انت اللي عملت العملة دي، تعال قول انا غلطان. لكن عايز تلبس غلطك لغيرك، وفي ناس بتحاول تغطي عليك، لأ. زي ما قلت لكم، ما لدينا بفضل الله من أدلة، هي مش مجرد أدلة، عيدها تاني، ولا مجرد قرائن، دي أدلة دامغة. كافة الوسائل لن أترك بابا واحدا أستطيع من خلاله أن آتي بحق زوجتي إلا وطرقته. لو اتساب ده هيحصل في ناس تانية، يمكن لما يكون في شخصية عامة ولا حد مشهور يقدر يوقف ده او يحجمه شوية. لكن تخيلوا لو ده حصل مع حد عادي، انسان طبيعي من عموم البشر، هيعمل ايه؟ هيوطي وشه في الارض ويقعد يعيط ويندب حظه ويمشي، ومش هلاقي حد حتى يقول له سلام عليكم.